منازل مدينة حلب الأثرية تعتبر نافذة على الماضي وعبقه، إلا أن الحفاظ على هذه الهندسة المعمارية التاريخية مهمة صعبة بعدما دمره الإرهاب، ولذلك حرصت الجهات المعنية على إعادة المدينة القديمة إلى سابق عهدها بالتعاون مع مالكيها، حيث يتم العمل فيها بمهنية ودقة عالية. بالنسبة لنا للمنازل، في عنا لجنة فنية تقوم بدراسة جميع الأضابيل المقدمة إليها بما يتوافق مع الشروط الفنية المراعاة في المدينة القديمة ومديرية الآثار والمتاحف. التسهيلات كبيرة بالنسبة لنا، يعني نحن بالنسبة لنا ما عم نترك المواطن يعني يكون اعتباطي عمله، لا، نحن عم نتابعه بواسطة شعبة المراقبة وبشكل دائم ويومي. عم نباشر عملية التنفيذ يلي هي أولاً الأحجار القديمة بنحافظ عليها، وإذا كان في رموز أثرية كمان بنحافظ عليها بشكل جيد، وأي فاقد حجري رح نجيبه ومن ضمن المواصفات والمعايير. حاراتها وبيوتها مليئة بالجمال والرموز التاريخية، منها البحرة والأشجار الخضراء التي تزيد من جمالها وتعبر عن الغنى. أصحاب المنازل الذين رمموا منازلهم عبروا عن سعادتهم بعودة ألق الحياة لها من جديد. والياسمينة أيضا يجب أن تكون في كل بيت، بالإضافة إلى التعبير عن الغنى وعن الذوق الشرقي من الزخرفات. فنحن رممنا هون هالبيت الحمد لله، والآن سعيد جدا أنا أنه أرجع أزرع الأشجار اللي كانت ميتة موتوها، حتى الأشجار ما سقوا مي، وأرجع لهالألق لهالراحة النفسية. منذ تحرير هذه الأماكن والعمل جار لعودة سكانها إليها وإعادة ترميمها من خلال المخططات القديمة لها وبخبرات محلية، كونها تحكي قصة التاريخ والتراث والحضارة لمدينة الشهباء. جهود حثيثة تبذل بهدف إعادة إحياء وتأهيل المنازل الأثرية القديمة بهدف الحفاظ على التراث الحضاري للمدينة. للإخبارية السورية مصطفى كوسا من مدينة حلب القديمة.